اننا نعمل جيل حقوق فاهم يعني ايه حقوق مرأة. ففكرنا لقينا برضو المنورين في العاصمة، طب والمحافظات؟ لما بنروح في شغل ميداني بنلاقي بنات زي الفل، لكن هما مش قادرين يخلقوا قنوات يوصلوا صوتهم. فمن هنا جت فكرة أصوات النساء، إننا نعمل موجة من أصوات النساء في كل المحافظات. يمكن من الدوافع للبرنامج ده جالي مرة رسالة من بنات كتبولي على التليفون، احنا 9 بنات من أسيوط بنشوفك في التلفزيون وبنحبك قوي ونفسنا نتعلم منك ونبقى زيك. فضلت الرسالة دي معايا يجي 1.5 سنة منتظرة الفرصة اللي تيجي نعمل حاجة زي كده. فكنا بنعمل مؤتمر مهم وكان المفروض اننا هنجيب شباب ونعمل احداث شبابية، فاتصلت بالبنات دول. فكان المعوق الرئيسي اهاليهم، هم عمرهم ما طلعوا من المحافظة. كلمت اهاليهم في التليفون قلت لهم لا يعني ما تقلقوش خالص، انتوا بس ركبوهم القطر واحنا هنستلمهم من محطة القطر. البنات كلموني، احنا جينا، احنا وصلنا القاهرة. قلت لهم اركبوا تاكسي وتعالوا. قالوا لي احنا اول مرة نيجي ومحطة مصر دي كبيرة قوي والناس كتير قوي واحنا مرعوبين وخايفين لنتوه. قلت لهم قدامكم حلين، يا تاخدوا القطر وترجعوا يا تاخدوا تاكسيات وتقولي. فطبعا دي كان بالنسبة لهم كأنك بترمي حد في البحر. مشغولين بقى وفيسبوك وحركات، هو بعد ما بتروحوا مؤتمرات الرئيس هنعرف نكلمكم، ممكن تبقوا اتصور معاكم بعد اسمكم. البنات دول حركة صغيرة جدا عملت تغيير هايل في حياتهم وبقوا كوادر حقيقية في المحافظات، وعلى طول بنتصل. هما جم ودخلوا الزحمة بتاع القاهرة ودخلوا محطة مصر وبعدين دخلوا قاعة المؤتمرات وشافوا شباب تانية وتعرفوا على مجموعات من المحافظات، كان في جزء فيه تدريب، رجعوا شخص تاني لدرجة ان اهاليهم اتصلوا بيا شكروني جدا ان هم سلموا البنات ليا حاجة ورجعوا حاجة تانية. فكل الحدوتة دي على بعضها كده خلتنا لا احنا عايزين نعمل اجيال تانية فاهمة صوتها مسموع تقدر تعبر عن قضاياها وقضايا مجتمعها وتخدم نفسها وتخدم مجتمعها وتخدم أسرها، ويبقى عندنا مجموعات منورة في كل حاجة. مع إعلان اليو ان ويمن في 2012 أنا كنت في نيويورك بنتكرم كمؤسسة مصرية على مجمل أعمالنا. فلما يعني أخدنا الجائزة قلنا هنشتغل في أصوات النساء على مصر كلها. مدربين ومدربات، مهم قوي ان المدربين دول يكونوا عندهم بعد حقوقي وتنموي فقادر يفصل التدريب على العمل الميداني المحلي في المحافظات. اي احداث هتعملوها جوه المحافظات بتاعتكم يا ريت تكتبوا لنا الحدث وهيكون يوم ايه. قررنا اننا نختار في كل محافظه ال4 بنات اللي احنا عايزين نشتغل معاهم ودعناهم كلهم هنا في القاهره علشان نبدا نعمل اول عقد اجتماعي ما بيننا وما بينهم، يعني ما بسموهش تدريب. ولما بيكون في انتخابات الحقيقه في صحفيين بيبقوا هم مسؤولين عن تغطيه الانتخابات، فمهم جدا ان احنا نحاول نعرف يعني هم. بعد كده كانت مسؤوليه كل واحده في ال4 دي انها تدرب 10 تنقل الخبره دي ل10 في محافظتها. فهي رجعت المحافظه، انا هنا بطلع المدربين بتوعي علشان يساعدوهم ويدعموهم. عندي 4 من كل محافظة بتواصل معاهم وبنعمل ايه جروب كده على الماسنجر مع بعض نتكلم من خلال اللي هو الاعداد اللوجستي للتدريب، ازاي يعدوا دورة تدريبية لوجستية انا في القاهرة وهم في محافظاتهم، يعني جزء من تدريبهم اللي اتدربوا عليه ازاي يجيبوا تمويل لمشروعاتهم او المبادرات اللي هم بيعملوها.
الاصل في التدريب هو ان احنا نكون عضوات مجلس محلي وبعد كده ان شاء الله عضوات مجلس شعب. فاحنا هنبدا بقى نعمل قاعده سياسيه، نبدا نقول للناس روحوا انتخبوا. لما انا بقى بروح لهم المحافظه عشان نبتدي التدريبات، في الحقيقه انا جايه يعني مجرد بس ان انا اديهم سبورت ودعم وبسيبهم هم يديروا العمليه التدريبيه بعد كده من اولها لاخرها. احنا اسمنا مبادره يلا ننجحها نضيفها تبع مشروع النساء، اصوات النساء. نفس الزباله عشان واحنا ماشيين نلاقي شارعنا نضيف. مشروع اصوات النساء ده رشحتني حد موجود جوه المركز فاشتركت فيه. يعني بصراحه انا كنت اول مره اعرف حاجه عن الاداره المحليه وشغلها والقانون اللي بيحكمها. يعني بعد ما اخدت التدريب ابتديت ان انا اعمل ده في الاسماعيليه، فعملته في كذا مكان سواء في احزاب او مراكز، اي تجمع نسائي ببتدي اطبق مشروع اصوات النساء عليهم. امهات دول معيلات وتعبانين جدا، عندهم اطفال معاقين وعندهم كمان أزمة في إن هم يتواصلوا من أرياف بره المنطقة اللي احنا فيها. أولاً أنا بستفاد من الحاجات اللي أنا بعملها زي دي، أنا بعرف الناس بتعرفني، وكمان بتنمي عندي مهارات القيادة. إن المجلس المحلي هو اللي يقدر يعمل لك طريق، هو اللي يقدر يعمل لك عمود نور. لما تبقى في محليات فعلاً أرجوكوا انزلوا انتخبوا. ما قبل أصوات النساء كنت شيرين الموظفة المستكينة، ممكن أشارك في أعمال مجتمعية بس كنت بخاف، بحسس شوية لأن إحنا في مجتمع ريفي. لكن ما بعد أصوات النساء كأنه أعاد اكتشاف شيرين اللي هي إيه، تقدمي وما تخافيش من حاجة. أثقلني في أثناء التدريب بمعلومات وخلفيات قانونية وتشريعية كانت غايبة عني كتير، دفعني إن أنا أقرأ أكتر. محافظة الشرقية تاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية منتشر فيها الفيروس الكبدي. فالحقيقة الدوافع اللي أنا خدتها كلها لأ أنا لازم أعمل حاجة. فمعايا مجموعة من الأطباء متطوعين وبنات أصوات النساء برضو من ضمن المتدربات اللي احنا دربناهم بعد كده، المتدربين بدأوا يطلعوا معانا للقرى. لكن مهم تأهيل المجتمع نفسه أنه يتقبل أن المرأة تنزل ميدان العمل العامل. فأصبح اسم مشروع أصوات النساء بيتردد على في المجتمع الشرقاوي. يعني مشروع أصوات النساء جذبني طبعا من خلال الأستاذة شيرين، هي اللي عرفتني عليه. بعد ما خلصت يعني تدريب في مشروع أصوات النساء حابة ان انا يبقى لي عمل خاص بي انا الاول، افتح معمل باسمي. انا نفسي جدا ابقى في مجلس الشعب، نفسي جدا. ترشحوا عشان يدخلوا المجلس المحلي خلاص. يعني لو انا نزلت مثلا قصاد شاب، في بقى ستات يقول لك لا دي واحده ست، ممكن راجل ينامني في البيت. سافرنا القاهره وكان في التدريب لمده اسبوع. فبعد ما انا خدت التدريب ده ان انا كل البنات اللي بتشتغل وبتعمل بيزنس في المحافظه ان احنا هنشجع ونكون تكتل، نقدر نساعد بعض ونكون مع بعض. واول حاجه عملناها ان احنا عملنا ندوه توعيه للتمكين الاقتصادي للمراه في المحافظه، ازاي ان هم يعرفوا ان هم يبداوا المشاريع بتاعتهم، ازاي يبقى لهم صوت، نشجعهم كمان يعملوا مشاريع خاصه. سوهاج من اقل المحافظات اللي نزلت فيها المراه الانتخابات. فندرب في محافظة سوهاج أنا وزمايلي المنسقات للبرنامج في سوهاج 40 فتاة. أنا دوري تنموي أكتر مش سياسي، بس لما دخلت المشروع أصوات النساء
بدأت أفكر أكتر إن أنا أشارك في انتخابات المحليات، لأن أنا مش هقدر أنمي غير لو أنا فعلا يبقى ليا دور تنفيذي، سلطة تنفيذية. إن شاء الله هنكون عند حسن ظنهم فينا، هنوصل رسالتهم وحيوصلوا لجميع أنحاء الجمهورية. وحتى لو أنا مطلوب مني إن أنا أدرب 10 بس، لا أنا هدرب أكتر من 10. في الآخر إحنا هدفنا واحد. إحنا أخذنا كلمة أصوات النساء عشان إحنا عاوزين السيدات والفتيات الشابات القيادات في المجتمع بتاعنا يسبق إن نسمع صوتهم يتكلموا بصوت عالي. هو ده الأمل من أصوات النساء، إن أنت تمصري الحركة النسائية وتخليها لا مركزية وتخليها ملك كل المجتمع المصري، وتتفصل على مطالبه واحتياجاته اللي هي بالمناسبة مش مختلفة خالص عن أي مطالب إنسانية عالمية، لكن الفرق هي النكهة المصرية بتاعتها.